شرفتنا الله يخليك. والله انا سعيد جدا اني موجود معاكم الحقيقه، والحاجه محترمه جدا، وكل الاساتذه اللي موجودين والدكاتره الحقيقه فيري فريندلي، والمكان بيحسسك انك انت في كان انا جيت قبل كده، يعني مش حاسس ان انا غريب خالص. يعني انت عارف حضرتك يا دكتور اللي بيسموها ديجا فيو، يعني انك انت يعني فاميليير فاميليير في المكان يعني، وده احساس لطيف قوي يعني. لا هو فعلا الاحساس ما انتش داخل، يعني مساله المستشفيات دي كمان بتبقى فيه الاحساس انك انت داخل مستشفى، الاحساس ده مش موجود. الناس فيري فريندلي، كلهم لطاف بالرغم انهم جنسيات مختلفه، لكن كان في كلتشر واحده، ودي مديها تشارم الحقيقه.